احنا كنا جالسين في واحد المحل اللي ديك الدار اللي انفاس معاه اللي حداها، كنا كنجمعوا التبرعات ديال الناس ديال الزنزال ديال مراكش، كنطويو في الحوايج. واحد اللحظه خويا كنسمع الطرطيق، الخرجه اللي انا غادي نخرج كيبان لي البوكلان، ماشي هذا كان بوكلان كان ديال البيران كبير، كان كيخبط تما كينيا. والمشكل غريب في الامر وهو جا القايد الصباح، كان معاه القايد هنا وكانوا الناس ديال السلطه وهضروا معاهم باش يحبسوا هذا الشيء. علاش ما حبسوش الله اعلم. المشكل اللي كاين واحد اخر وهي الدار، ربما انا كنتسائل فيها 50 متر شكون اللي عطاهم توريزاسيون باش يديروا لاكاف، هما كيحفروا باش يديروا لاكاف، وهاد الديور هادو كلهم حتى دار ما فيها في السواري. يعني كاين هذيك كما كنقولوا حنا البياضه، هذيك البياضه السيد كيحفر كيحفر كيحفر، حنا كنسمعوا داك الدقديق. واحد شويه الترطيق ملي خرجنا بديت كنغوت على عباد الله، بانت لي الدار كتحرك، كان بديت كنغوت، هربت شي ناس من تما كيني هربتهم، كيتبان لي الدار نزلت، هربنا الدار كلها هودت. خويا اش نقول لك، كانوا الناس ديك الساعه بدينا كنغوتوا هودوا، كانوا كاينين بعض الجرحى تما كاينين، ولكن الحمد لله الموت راه ما كاينش اخويا، الموت راه ما كاينش، المهم الجرحى كاينين، ولكن بغينا حنا شكون غيتحمل هذه المسؤوليه ديال الدار اللي طاحت؟ شكون هاد الناس اللي عطاو لهاد الناس توريزاسيون باش يخدموا وباش يحفروا لاكاف؟ وملي جاو عندهم السلطات وجا عندهم القيد، علاش ديما راهو الخدمه؟ علاش؟ هنا في هذه الحاله خاصو يكون المهندس معاهم، وخاصو يكون الطاشرون، ماشي غادي يكون واحد جايب لي انا حفاره بوكلان وكيحفر وسط الديور وكيحفر في لاكاف. وهنا في هذه الحاله كضرب ترونشي بترونشي، في هذه الحاله ملي كيكونوا الديور الوسط كضرب الترونشي الاول، كضرب تضرب اش كيسميوها السميله، وكتجي الترونشي الثاني والثالث، عاد كتخرج هنا كتبني كما بناو الدار الاخرى اللي مليه. في هذه الحاله اخويا انا والله ما فهمت حاجه في هذا الشيء. هذا الشيء ترخيص بالجماعه، راه دابا المشكل راه كانوا الصباح وحبسوه، شكون اللي طلق تعطاه؟ وراه المهم لاكافا صاحبي، والدور ما فيهمش السواري، راه الدار فيها صاحبي واحد القضيه، الدار فيها 50 متر، شكون اللي كيعطيهم توريزاسيون باش يضربوا لاكاف؟ كان كيتحفر ايوا، ما كتشوفش السيفاناج، ما كتشوفش هذيك اللي كتحفر. شوف اولدي هذيك ملي حفرت حبسهم واحد السيد البارح جارنا، قال لهم ستوب، برك لهم قدام الكبيشه، قال لي احبس. الصباح انا كان الصباح كنسمع الكيسان وداك الشيء كيتقرقبوا، خرجت مشيت نجيب لبنتي طوموبيل ولا شي هوندا، واحد السيد من العائله قال لي في العشيه نديها لك ياك. مني جا داك المهندس، جي ما جا المهندس وداك الشيء قال لهم حفروا، المهندس اللي قال لهم صافي زيدوا ديروا. لا احنا الساكنه قلناها لي، قلنا لي يا ودي صافي ما تبقاش دير هذاك التراب الزياب، هز التراب بالارض بنت الخدامه. لا ماشي انا، ماشي مهندس انا، داري اللي رابت، وهذاك كيحفر راسه داره هذاك، ولكن انايا دايره داري بان خرجت للخبير، ولكن ما كايناش السميله في البودره، دارنا كاينه مهدده للسقوط، عندنا عندنا الوثائق ديالنا بالمحامي بالحكم القطعي ديال المحكمه الاداريه ديال الحبوس، وعندنا الاولى كانوا رفضوا الحكم لدوك اللي طعنوا، قالوا ليهم عندنا دايرين داك الشيء مزور، ولكن حنا ما دايرينش داك الشيء مزور، بعلموا ما بغاش يخرج. انا كنت غادي نخرج اليوم، كانت دار هي الحكم بالافراغ. امتى كان؟ ما باقي ما تنفذش، ولكن كاين، مشى الجماعة، مشى العد العامل، مشى الوكيل الملك، تقرير كل شيء. المشكل اللي وقع هنايا في هذا المشكل ديال الأرضية اللي شرا الأرضية هنا، ماشي أرضية، شرا بارطما واحدة بروميان، شرا وريبة بحال هكا وهادي، وبغى يدير وكاف لتحت بحال هكا وهادي، المهم وقع مشكل، الدار اللي حدا طيحة نزلات، فهمتي؟ واش هادوك باقيين حيين؟ ما فهمتش بحال هكا، شكون اللي فيها؟ واش خاويلي في الناس وهاد؟ المهم هادشي هادو المشكل ديال الخيل اللي شرا البارطما، الطاج الأول بحال هكا وهادي. وهذه اللي حدا بجنب اليسرى واليمنيه مادي بالسقوط تماما 100%، اشوف كاع دخل بالساسي من الوسط.